مصر على المقصة. كابتن عماد يعني برحب بيك في البداية وهارد لك على النتيجة النهاردة، أداء جيد من فريق مصر المقصة، لكن عايز أخد تقييمك لأداء فرقتك بالتحديد النهاردة. الله يخليك، أنا بشكرك طبعا وبشكر اللي في الاستوديو، أنا مش عارف مين، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد فاروق، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن. أهلا وسهلا بيكم كابتن عادل ربيع وشريف، كلهم حبايبنا يعني بقى لي مدة شفتهمش. الحمد لله. بقول طبعا المباراة النهاردة مباراة صعبة، مباراة قوية جدا، مش تلعب مع النادي الأهلي. احنا كان وضعنا الفتره اللي فاتت كان وضع سيء يعتبر، من بعد مباراه النادي الاهلي في الدور الاولاني حصل لنا خلخله شويه في الفريق نفسه، سواء من ناحيه اصابات، انا كان عندي خط الظهر كله بلعب من غيره تقريبا، من غير وحيد ومن غير مودي ومن غير حسني فتحي ومن غير عاصم، فكنا بنشتغل واحنا بنعتمد على بدايات واستحواذ الكره من بدايتها من تحت من خط الديفنس يعني. ومع بعد مباراه برضه النادي الاهلي الجوله الاولاني مع حسين الشحات طبعا فقد تركيزه من ناحيه الكلام كتير قوي اهلي وزمالك، فالفرقه حصل فيها خلخله، يمكن عملت دروب شويه ليها. اعتقد ان احنا في يناير عملنا شويه انتدابات في الفتره الشتويه دي. الحمد لله النهارده يمكن كبدايه ليهم اعتقد بدايه كويسه قوي، اشتغلوا بشكل كويس قوي في الشوط الاولاني. اعتقد ان احنا لسه محتاجين برضو انسجام اكتر، لكن انا بستفيد النهارده معنويا من الجيم رغم الخساره، ان انا بشكر اللعيبه الحقيقه انهم قدروا يادوا الجيم ده كبدايه مع المجموعه الجديده، حوالي 6-7 لعيبه يمكن مدخلين حوالي 4 منهم النهارده. اعتقد ده هيفيدنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله ان احنا نقدم في الدور الثاني بشكل كويس يعني. بغض النظر عن الاحاديث اللي مع بعض لاعبي فريق مصر المقاصه سواء من الاهلي او الزمالك، وزي ما حضرتك بتقول يمكن عمل خلل شويه بالنسبه لفريق مصر المقاصه عقب الفوز على النادي الاهلي، لكن وجهه نظرك شايف في اسباب اخرى بسبب هذا المستوى؟ يعني كان الناس كلها متوقعه ان بدايه الصحوه بالنسبه لفريق مصر المقاصه هو الفوز على النادي الاهلي في الدور الاول، اسباب اخرى بالنسبه لفريق مصر المقاصه عطلته شويه؟ لا لا، ده سبب كان رئيسي، يمكن لغايه احنا من يومين بنتكلم لسه احمد سامي ومودي، احمد هيروح الاهلي، مودي الزمالك عايزه، لغايه من يومين بالظبط يعني كنا قاعدين بنتكلم. الطبيعي ان ده بيعمل بيفقد اللعيب تركيزه يعني برضه، وانا بعذر اللاعب على فكره لانه ما يقدرش ان هو يركز، لان هو طبعا جاي له حاجه وبيدور على مستقبله وبيدور على حاجات كتيره قوي، رغم ان هو انا اعتقد وانا كنت بقول للعيبه كده، انتوا في نادي كبير، نادي مصر المقاصه، نادي ضد ثاني دوري السنه اللي فاتت داخل في بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، يعني اعتقد ان هو نادي مصر المقاصه حط نفسه وتحطينا في مصاف من الانديه الكبيره دلوقتي حاليا يعني. فده فرق معايا جدا يعني، هو مع الاصابات اللي كانت موجوده، ويمكن النهارده لما بدانا عملنا شويه انتدابات في الفتره الشتويه دي اعتقد انها ساعدتنا كويس قوي، وعملنا الحمد لله. انا بقول لك بستفيد من مباراه النهارده رغم الخساره ان احنا المعنويه اللي احنا نقدر نشتغل بيها الدور الثاني كويس يعني. لسه محتاجين صفقات تانية، عملتوا حوالي 6 صفقات، محتاجين صفقات اخرى عشان تدعموا في صفوف فريق مصر المقاصه، وخصوصا ان مصر المقاصه دايما في المواسم السابقه بيأدي بشكل جيد ووصل من تاني الدوري، هل محتاج صفقات اخرى؟ محتاجين طبعا في مراكز لسه عندي طبعا، لكن لسه هو بنحاول في الاسبوع اللي فاضل دوت ان شاء الله في او ال 10 ايام اللي فاضلين في يناير ان احنا نحاول برضو، في عندنا بعض المراكز برضو اللي هي محتاجين دعم فيها يعني. حضرتك رافض رحيل اي لعيب في الفتره الحاليه؟ طبعا طبعا خلاص يعني، احنا عندنا مباراه افريقيا يمكن اول مباراه هتبقى في يوم 10 فبراير تقريبا مع فريق من السنغال يعني، فاعتقد ان احنا لا احنا محتاجين ان احنا نركز برضو بشكل قوي جدا في البطوله الافريقيه مع الدوري العام طبعا. كابتن شكرا، الف شكر.